اه بالظبط تمام. كده. طيب الاسد بقى، وتوصف الاسد. عينيا حاضر. اكتر صفه سلبيه لو انا حبيت حد من برج الاسد ايه؟ الانا العاليه، الاحساس بالنفس، نوع من انواع الذهب. تمام. برج الاسد صعب يعتذر لحد حتى لو اخطا. نفسه عزيزه بالظبط شويتين كده، ثلاثه بس كده. زياده عن اللزوم بقى. وانثى الاسد تحديدا صعب قيادتها، ودي المشكله. لازم رجل قوي الشخصية يملى عينها تقتنع بيه، وعشان تبدأ تفكر في كلامه مش تمام تسمع كلامه، تمام فدي مشكلة. رجل الأسد برضو عنده نوع من أنواع الزهو العالي زيادة عن اللزوم، دي الصفة اللي هي الأنا تعتبر العالية الأبرز، في تعتبر برج الأسد. الأبرز. إضافة بقى على العصبية برضو، إن هو برج عصبي. هي دي حقيقة، برج الأسد في عصبيته ما بيهد حضرتك الدنيا. برج أسد وأدرى بقى. أنت أدرى. أيوة برج أسد، بس والله العظيم طيبين يعني، لا هو من يعني داخله عشان إيه طيب الناس القلب، بتقول لك مش عارف إيه برج الأسد طيب. هو أهالة بس منظر، ولكن من داخله طيب القلب جدا، طيب. وبرج حساس كمان، طب بس مش الحمد زي لله. السرطان طبعا. لان ده برج ناري وده برج مائي بالظبط تقريبا، كده. بتفرق الحته هو بتاعت مائي او الموضوع، ترابي او ناري كده، صح؟ الموضوع بيمشي بدرجات. الأبراج المائية هي أعلى الأبراج، رجل أو امرأة، إحساس، تمام. وأكثرهم انتقاما برضه عشان بيخزنوا في القلب، بيشيل بيشيل. بيشيل. الأسد ممكن ينسى، قلبه أبيض، ما عشان كده بنقول قلبه والله أبيض. العظيم احنا قلنا كده، برج الاسد ده ناس طيبين مش قوي. مصدقنا. ما حدش يصدق. بيخافوا من الهالة اللي حواليه بس. دي حقيقة. طيب برج بقى العذراء، ندخل على العذراء. برج العذراء، البحث عن المثالية وأنا قلتها وانا اصلا كتير. عاملين يقولوا لي العذراء.